السلام عليكم. لبنان، جورج قرداحي يثير الجدل باتهام السعودية والإمارات بالاعتداء على اليمن. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أثار وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الجدل بتصريحات حول حرب اليمن، حيث اعتبر أن السعودية والإمارات يعتديان على الشعب اليمني وأن الحوثيون يمارسون الدفاع عن النفس. وقال قرداحي في تصريحات مسجلة لبرنامج برلمان الشعب الذي يبث على قناة الجزيرة في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أي أحد؟ في نظر هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف. ثم اعترضه مقدم البرنامج قائلا: الحوثيون يطلقون الطائرات المفخخة المسيرة باتجاه الأراضي السعودية. فرد قرداحي: ونرى الأضرار التي تلحق بهم في بيوتهم وجنازاتهم وأفراحهم، وإنهم يقصفون بالطائرات. حان الوقت لهذه الحرب أن تتوقف لأنها عبثية. واعتبر قرداحي أن الحوثيون يدافعون عن نفسهم في وجه اعتداء خارجي. ليواجه له أحد الحضور سؤالا: هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟ ليرد: أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمر، وما لا تستطيع تنفيذه في 2 أو 3 لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات. وأثارت هذه التصريحات غضب السعوديون والإماراتيون الذين استحضروا بعض فيديوهات سابقة لقرداحي وهو يشيد بالسعودية، واتهموه بمجاملة حزب الله اللبناني لوجوده في الحكومة. وبعد الجدل علق قرداحي في سلسلة تغريدات على حسابه عبر تويتر قائلا: إن مقطع الفيديو المتداول كان في مقابلة أجراها مع قناة الجزيرة أونلاين ببرنامج برلمان الشباب في 5 أغسطس الماضي، أي قبل شهر من تعيينه وزيرا في الحكومة اللبنانية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.